مجموعة تناويع الترفيهية تقدم. واحد اثنين. يا سلام تحية. يا سلام ابي اقوى من كذا. كان الرجال موقف ايش على رجلين حبيتين. واحد اثنين ثلاثة روح وتحية. تمرتع تحية البطل. يا سلام يا ناصر. يا مبدع يا ناصر. واحد اثنين لا ثلاثة كابتن. يا سلام تحية تحية يا مبدع. يا سلام والله شوي شوف تكسير الساق مع الكابتن نور العيسى. يلا يا مبدع بسم الله. أعطوا تحية جمهور. أعطوا تحية. بسم الله. عندي لكم برضو مفاجأة أحلى وأحلى. كل شوية مفاجأة. حلو. ها وين صفقة؟ حلوين. مع صفقة النشودة ما بعد. يلا أتحداكم نسوي زيها. ها. واحدة بس. أعطوا تحية أعطوا تحية. يا ويلك يا ويلك يا نور يا ويلك. روح واحد بسم الله. أعطوا تحية. واحد اثنين ثلاثة تحية. واو. إذا ما انكسرت ترى تكون أقوى يا جمهور. إيه تخيل صبب صبب من تحت صبب. يعني هذه الله يستر. يلا روح. واحد روح. تحية كبيرة. يا سلام يا ممتع يا ممتع. معليش معليش نوقف الصبب الحين. نوقف الصبب بعدها شيء رايق شيء رايق. تدرون شنو؟ والشرب بالمقلوب مع الكابتن نور. الشرب بالمقلوب. يلا الشرب بالمقلوب. كيف؟ ما فيه في احد يقدر يشرب بالمقلوب؟ مستحيل. يعني لما تشرب المويه ينزل تحت، فما بالك لما تشرب مويه يطلع للمخ. هذه مشكلة. وأنا أتمنى أي شخص متواجد يناظرنا هنا حتى اللي يشاهدونا من خلف الشاشة لا يسوون مثل ما يشوفون. ها متفقين؟ مبدعين. بسم الله بسم الله. قولوا ما شاء الله يا جمهور. قولوا ما شاء الله. يلا يا مبدع تعال. حيشرب بالمقلوب. وعلى فكرة راسه حيحطه على السيف. راسه حيحطه على السيف. يلا يا مبتع. يلا يا بطل. يلا يا مبتع. بسم الله. يلا خلنا نشوف. يلا يا مبتع. أعطوه تحية. لحظة لحظة. نزل نزل. حلو. بسم الله. نسمع تحية جمهور. لا إله إلا الله. بس بسم الله. لا لا إله إلا الله. نسمع تحية جمهور. نسمع تحية جمهور. نسمع تحية. وين التحية؟ يا سلام. وين التحية والصرخة؟ وين التحية والصرخة؟ يا ممتعين وقف وقف. تحية كبيرة. يا سلام يا كابتن نور. تعال يا كابتن رجاء. هل تنصح اللي شافوك انك تشرب في المقلوب يسوون زيه؟ والله بعد التدريب عادي، بس لكن قبل ترى خطير. اذا شرق يمكن تؤدي للموت. اذا شرق بها يمكن تؤدي للموت. شفت شلون؟ تؤدي الى الموت. يعني لا احد يسويها. يا ابطال يا مبدعين. نسمع تحيه الكابتن نور. نسمع تحيه. على فكره بقول لكم شيء. كل اللي تشوفونه الحين
اللي سووه الكابتن نور والكباتن العمالقة اللي معاه، والله يذكر العمالقة بالخير، اللي يشوفونا أيضا من خلف الشاشة. طبعا تشاهدون هذه عبر قناة الأماكن الفضائية، وأيضا تشاهدونها في منتديات تنويع الترفيهية، في منتديات تنويع الترفيهية في أيقونة مهرجانات السلفي، في مهرجانات السلفي. طيب الآن مع الزجاج، تبغوا تشوفوا الزجاج؟ مع الزجاج، وأبي واحد يطلع معي هنا، أبي واحد يطلع معي. حنا خذينا مع الضفة اللي هنا، نبي واحد أكبر، معليش كبير شوي. ها لا لا، من يطلع معي؟ ها من يطلع معي؟ لا نبي واحد كبير شوي. ها ها شباب نطلع، معليش تحمس، ايش المشكلة؟ من يطلع؟ تعال يعطيك العافية، تعال احنا بس عشان نتأكد من القزاز الموجود اللي معانا الزجاج. طبعا شوفها يا كابتن، ايش رايك في الزجاج؟ زجاج سيارة، حق سيارة، زجاج حق سيارة، شفت شلون؟ حلو. يعني ليش جبنا زجاج السيارة؟ لان اقوى زجاج، صح؟ شوف الكابتن عنتر الغامدي حينام على ظهره، والله يا مبدع، وعلى كذا حيوقف واحد فوق بطنه. يلا تكفى تكفى، انا بوقف كذا. يلا نعد من واحد لعشرة، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تحية عبدالله الغامدي، تحية للمبدع. معليش معليش طولت، بالعادة والله العظيم أعد إلى خمسة، لكن نذالة مني قلت إلى عشرة. والله شكلي بعد خلف الكواليس بندق، لكن لأجل عينتك المدينة أبو غامدي. عبد الله بس مسامحني. يلا يا كابتن، ها مين الحين؟ مين؟ وين تحية عبد الله الغامدي؟ وين التحية؟ حلوين؟ أهم شيء خلف الكواليس. يلا يا كابتن، على ايش؟ بشب واثنين فوق ظهرك، يلا على اليدين واثنين فوق ظهره يا جمهور، يلا يا مبدع. والله لا عد، اصبر اصبر اعد العشرة، ابا اعد، يلا ها واحد، او باقي واحد ثاني، واحد ها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، انزل عشرة، وتحية تحية كبيرة يستاهل. وين التحية جمهور؟ وين التحية والصرخة؟ وين مبتعين؟ يا سلام ناصر، مبتع مبتع يا بطل. طيب في حركة ثانية القزاز، ها يلا يلا، حيحط القزاز وحيكسر الصبة فوق القزاز، يلا يا مبتع، يلا يا بطل، بسم الله. يلا يا محمد انت اليوم مبدع، والله مبدع مبدع يا بطل مبدع. والصبة اوه شوف دم السكين، بس معليش والله دم سكين اليوم نحطه في بطنه، لكن نسمع العبد محمد الورثان. تحية كبيرة، اعطوه تحية، اعطوه تحية للبطل. يلا جيب الصبة يا كابتن في السلفي ومؤسسة الدرويش لتنظيم الفعاليات والرعاة المشاركين والداعمون لهذا المهرجان. يلا نعد، ها من واحد إلى ثلاثة ونكسر الصبة، ها طيب واحد اثنين ثلاثة وتور. لا يا كابتن، شوف ابتختي أبحطك مكاني يا عبد الله، يلا ها واحد اثنين ثلاثة يا كابتن. لا أحط مكانه، تعال تعال مكانه، أبكسر، يلا يلا، هذه عقاب طبعا، عقاب تنويع لازم الحد
هذا هو. يلا الصبة بالصبة. يلا نار اكسر عليها. يلا هذا عقاب عشان ما يعرف يكسر مرة ثانية. يلا روح روح روح. تعال شيل يا نمشان. تعال سام بالرحمن لو تقطع. حلو. يلا يا ويلك يا ويلك. هذا العقاب. ها بس قبل كل شيء اعطوا تحية اعطوا تحية. نسمع عبد الله العجلان تحية. يا ويلك. أبعد الله 15. معلش المصور يتنقل بإمكان عادي. واحد اثنين ثلاثة يا كابتن. يا سلام وتحية تحية. شوف كيف العقاب. العقاب والله مرة حلو. حلو. نسمع لعبد الله عجلان تحية كبيرة. نسمع له تحية كبيرة. يستاهل. حلو عبد الله. عبد الله اكسر مرة زي الناس ولا حط لك زجاج. خلاص؟ طبعا اول العقاب اول ارفع يد ومش عارف ايش. لا هنا زجاج وحركات.